أصابع العروس اللي سويتها معكم، بس بسوي بها طريقة ثانية. شوفوا هنا قليتها أذر عالية، قرفة وسكر مطحونات، شفتوا أقلبهم به بالمرة لين يتغطن كله، شفتوا أقلبهم. إذا قليتوهن على طول حطوهن عشان يمسك بهن عشان ينحرات. ما شاء الله تبارك الله، بالمرة للطبق لذيذ يحبون الشباب والشابات، لازم نسوي لهم شيء يحبونه خواتي. ما معقولة احنا، صحيح احنا ما نحب يعني بعض هذا، لكن هم مساكين يحبون التغيير، يحبون الأشياء هذه. الله لا يحرمنا أجرهم يا رب، ولا ندور رغباتهم باللي يهيبوا. شفتوا؟ بوريكم الحين الطريقة الثانية شو نسوي فيه. حاولوا انه يتغطى كله، قرفة وسكر مطحونات خواتي. ها كله نخلوه يتغطى. بسوي معكم الان الصوص، علبة قشطة، شفتوا حطيت علبة قشطة، 5 حبات جبن، نص ظرف كريمة، كريم كراميل، نص الظرف، لا إله إلا الله، ربع علبة حليب مكثف نستلة، ربع العلبة، وأخلطهن بالخلاط. شفتوا خواتي أضربهن. أجيب الصوص أحطه بصحن فخار ولا بأي صحن كذا غميق معكم، شفتوا، وأجيب الأصابع وأوقفة كذا توقيف، وأجيب الأصابع وأوقفة كذا توقيف، شفتوا، جبت الأصابع وقفتها كذا توقيف بالصوص، شفتوا داير ما دار. صفاه بجميع الصحن، شفتوا، عشان لكم لعب انكم اخذتوها يصير فيها كذا، فهمتوا؟ بالمره لذيذه، بالمره مو بشوي، كثير كثير. يلا بكمل صف وارجع. شفتوا خواتي الطبق شلون؟ يعني المفروض انه يتعبى كله، لكن انا خلصت الكميه وهو ما تعبى، يعني هالفراغ هذا المفروض انه ينسد. شوفوا شلون ما شاء الله الطبق، طبعا طريقه تاكلوه شفتوا شلون؟ إذا طلعتوه يطلع معه صوص كذا، فبالمرة لذيذ، بالمرة مو بشوي، ما شاء الله تبارك الله، وتغيير عن المعتاد. علينا وعليكم بألف عافية، ما شاء الله تبارك الله.